بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدأنا اليوم طبعا المرحلة الأخيرة لانتخابات المجلس الاستشاري، مرحلة التصويت. والحمد لله من بدأ افتتاح اليوم الأول من الساعة 8 صباحا، الإقبال ممتاز، إقبال كثيف الحمد لله. عملية التسجيل والتصويت سهلة جدا، ما يقارب الدقيقة الواحدة تنتهي الإجراءات بالكامل. الحمد لله التسهيلات من مدخل المركز لحين التصويت ولحين صندوق الاقتراع والخروج. تواجد المرشحين والجهات الإعلامية مشكورين بتغطيتهم الحدث، كذلك اللجنة الأمنية مشكورين في تسهيل حركة الدخول والخروج للمركز. والحمد لله الوضع مستمر وفي سهل ويسر الحمد لله من اليوم الأول وبالإقبال الكثير. وندعو الأهالي لمدينة كلبة بالإقبال والتواجد، ومستمرين من 8 صباحا ل 8 مساء خلال 4 أيام، ونتشرف بوجود الجميع إن شاء الله.